لذلك لا بد لكل شخص أن يعلم أن الشديد ليس هو الذي يصرع الناس ويبطح الناس ويؤذي الناس، هذا ليس بشديد، هذا صاحب عضلات فقط ليس عنده عقل ولا عنده أخلاق. الشديد الحقيقي والقوة الحقيقية هي قوة الأخلاق، حينما تستفز وتتحكم وتسيطر على أخلاقك، هذا هو الواقع، هذه هي الشدة الحقيقية وهذه هي القوة الحقيقية. فإذا يعني فعلا وقفت موقفا أثارك ثم سيطرت على تصرفاتك فأنت الشديد القوي. أما إذا استعملت قوتك البدنية فأنت ضعيف في واقع الأمر، أنت قوي بالجسم لكن ضعيف في الإرادة، ضعيف في الأخلاق، ضعيف في القلب، ضعيف في السيطرة على تصرفاتك. إن ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.